السلام عليكم، وياكم سيف علي. اليوم طريقة إنشاء عداد 5 بت بواسطة الأردوينو. اللي نحتاجهن هو سويتش من سويتش ومقاومة 10 كيلو أوم، ونحتاج أيضا الليدات مالتنا، وعرفنا شلون نربطهن مثل كل مرة. وكل ليد يحتاج مقاومة 220 أوم أو 330 أوم، و نربط الجراوند، ناخذ من طرف الديجيتال او طرف الانالوج نفس الشيء. بعد نربط نربط التجهيز، نربط تجهيز للسويتش مالتنا، ويبقى طرف ثاني سويتش نربطه هذا لارسال الاشاره الى الاردوينو. يعني لما ما ندوس السويتش يصير التفريغ على هذا البن. هسه يبين عندنا البنات، من نشرح البرنامج يبين ارقام البنات اللي عندنا اللي استخدمناها. هذا هو عمل العداد. فمثل ما تعرفون، اول ما نبدي بقيمة الانيشال اللي هي 000، فاول نقرة راح تطينا 1000، والثاني نقرة يصير 1 0، ثالث نقرة 1 1، رابع نقرة 1 0 0، خامس نقرة 1 0 1. ومثل ما تشوفون تسلسل أرقام من 0 و1 و2، إذا تحولوهن للنظام العشري 2 3 4، يعد الحد 2 أس 5. 2 أس 5 إذا نحولها بالحاسبة تصير 32، تصير 32، يعني من 0 إلى 31، أو من 1 إلى 32 إذا نريد نحسبها بالعشري. فهسه ما راح نكملهن لحد آخر شيء، لحد ما يشتغلن كل الجلوبات مال LED اللي يصير 1 1 1 1، 5 وحدات اللي هو 2 أس 5، ويساوي لنا 32. هسه نجي البرنامج. اول سطر البرنامج نعرف البنات مالتنا، البتن اللي هو الادخال 2، والبن نمبر 5، بريس سوينا 0 راح نخزن بيه قيم البريس، وهذا بالنسبة للتايم 0، والديبونس اللي هو حتى لا يصير تسارع بالاختيار خلينا 100. مهم اكو فترة زمنية تخلوه. عرفنا state integer state، ايضا هذا راح نخزن بيه قيم بالمستقبل. و byte pins، البنات عرفناهم بالبايت 5 و6 و7 و8 و9. void setup، هنا راح اخلي الاوتبوت والانبوت دوارة 4، تبدي من 0 لحد البن نمبر، والبن مود اللي كل بن تسوي ليها اوتبوت. سد القاوس، عندنا بن مود ثاني البتن سوي ليها او السويتش سوي ليها انبوت. عندنا هذا الاتاتش انتربت، اتاتش انتربت بالصفر، الصفر كاونت هاي فويد كاونت، بعدين راح نعرفها. اللو غير ليها هاي، اي شيء يجيك لو سوي ليها هاي. هاي اذا تردون تطلعون عليها تخمعها موقع اردوينو، تكتبون اتاتش انتربت وتعرفون شلون بها خيارات اخرى. فاعرف الكاونت، هذا الكاونت راح اسويه عداد، كل ما انقر راح يزود لي اناره جلوب، اناره LED. فبهالحاله ويحافظ بنفس الوقت حتى لا يصير تكرار بالنقر، اذا نقر سريع او بطيء ما يسوي تكرار بالنقر. هاي الحد هنا مقدمات هذا البرنامج. نجي الفويد لوب وهو اهم شيء. سترينج، استخدمنا سترينج وعرفنا البت نمبر، هذا البت نمبر راح ينخزن بيه الضغطات على شكل على شكل سترينج، يعني على شكل نص وليس ارقام. انتجر بت لينث، هنا انتجر راح ينخزن بيه عدد صحيح من طول البت نمبر، ينخزن بالبت لينث اللي عرفناه بت نمبر، راح يصير على شكل رقم.
فهسه اف اذا نقرات اقل او يساوي 31 لان هو عدادنا 2.5 5 بت. فاذا النقرات اقل او تساوي 31 نستخدم 4. 4 اي يساوي صفر، اي اصغر من بت لينث، اي بلس بلس. خلينا الاكس ناقص 1 والاكس زائد تساوي 2، هاي خليناها حتى ما يشتغل القلوبات كلهن، حتى العد يصير طبيعي. يعني اول نقرة 1، نقرة ثانية يطفى الاول يشتغل الثاني. هاي الاف، اف بت نمبر 0 فالستيت لو، واذا البت نمبر 1 فالستيت هاي. هذا حسب البت نمبر اللي راح يجينا، اذا اجانا 0 لازم يصير لو، واذا اجانا 1 يصير هاي. والديجيتال رايت راح يكتب ايضا خليه ناقص اكس، قلنا حتى يصير عندنا مشاكل بالبرمجة. وشكرا لكم.